احتفت مناطق الجنوب الليبي باليوم الوطني للزي الشعبي اليوم الذي يوافق 13 من مارس. تقام فيه بعض الفعاليات التي يغلب عليها إبراز الأزياء الشعبية على اختلاف المكونات. ففي سبها أقيمت احتفالية بالمسرح الشعبي ضمت العديد من الفقرات والفعاليات مبرزة التنوع الثقافي في المدينة من أزياء ورقصات استعراضية. من خلال هذا النشاط قدرنا أن نوصل صورة جميلة من خلال الفسيفساء والأزياء والملابس التقليدية لكل المكونات ناهيك عن الليبية. قدرنا اليوم الحمد لله أن نبدأ في أول عرض على مستوى مدينة سبها للأزياء بشكل موسع بشكل جميل. فأكيد أتشكر جهات داعمة اللي هي الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني اللي قدرت تجمع هذه الفسيفساء. ونظمت جمعية أبناء الوادي الخيرية للتراث والأصالة بمحلة جبر عون احتفالية شعبية بالمحلة بمناسبة اليوم الوطني للزي الشعبي، جسدت فيه الاحتفالية الأفراح الشعبية القديمة بالمحلة. اليوم الختامي للمهرجان هو التراث الزي الشعبي بمنطقة جبر عون، وهذه اختتامية طبعا للمهرجان مع وجود كثير من الحضور آنسونا، وإن شاء الله ربي ديما يهنينا، وإن شاء الله ديما تدوم الأمن والأمان في بلادنا، وربي ديما يجيب إن شاء الله كل شيء بالأفراح وتمشي الأمور إن شاء الله والدنيا وفي أمان الله إن شاء الله. ولأول مرة في بلدية غات تحتضن محلة الفيوت فعاليات معرضها الأول للأهلي تكاسيت الذي يجسد الموروث وتقاليد المنطقة، مع أنغام وأهازيج التاملوكيت التي تشتهر بها الفيوت ورقصات فرقة الجنجا وألوان فتيات الأليساكن. قدم أهالي فيوت لوحة فنية من التراث خلقت أجواء من البهجة والسرور للحاضرين من مختلف مناطق غات. بالنسبة للمعرض، المعرض عبارة عن فكرة شبابية، كانت شبابية في البداية تبنوها الأهالي، درنا اجتماعين فطلعت قررنا أن ندير المعرض في نفس اليوم، وتكاسيت في اليوم هذا، تكاسيت اللي هو عبارة عن إيرت أو الموروث، والموروث سواء كان إيرت الثقافي أو أي إيرت، سواء كان من الزي الشعبي أو زي تقليدي أو المقتنيات الشعبية أو المقتنيات التراثية أو بالنسبة لجميع ما يتضمنه هذا المعرض. أجواء البهجة التي كانت على وجوه المشاركين والحاضرين لهذه المحافل لا تخفى على أحد، مما يدل على افتخار المواطنين بموروثهم الأصيل الذي يحيينه في كل مناسبة اجتماعية ليس فقط من خلال يوم واحد.